السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لولادنا عن احد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ، فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بني النضير ليطلب منهم المعونة استنادا إلى العهد الذي أخذه عليهم في أيامه الأولى بالمدينة، أوعزت إليهم نفوسهم الغادرة أن يقتلوه. دخل في نفسهم كده أن هم عايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يلقوا حجرا كبيرا من فوق بيت كان يجلس إلى جواره، لولا أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بما ينويه اليهود، فغادر مجلسه. وخيبر أيضا ألم تضع له السم في لحم الشاة، وفي غزوة الأحزاب أكبر دليل على غدرهم ونقضهم العهود، إن هم غدروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقض العهود. وماذا فعل اليهود في غزوة الأحزاب؟ لم تكن غزوة الأحزاب بين قريش وبين المسلمين، أوعز بعض سادات اليهود إلى قريش أن يخرجوا لقتال محمد، ووعدوهم أن يعاونوهم في قتله، كما انضم إليهم يهود بني قريظة جيران النبي في المدينة، وفتحوا أبواب المدينة أمام المغيرين المعتدين، ولكن النصر جاء من عند الله، فهبت الرياح الشديدة، اقتلعت الخيام، وكفأت أي قلبة القدور، قلبت الموضوع خالص، فانصرف الأحزاب عن المدينة مهزومين. تمام؟ وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ببني قريظة؟ أوكل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في أمرهم إلى سعد ابن معاذ، بناء على اختيارهم إياه، هم اللي اختاروه حيث كان حليفهم قبل الإسلام. سعد ابن معاذ هو سيد بني الأشهل، أعظم بطون الأوس، وإمام الأنصار. أنشأه أبوه على القوة والشجاعة والعصبية والخلق الحميد. أسلم على يد مصعب ابن عمير، أول سفير للإسلام في المدينة، فقد سمع سعد بن معاذ بالوفد القادم من المدينة مصعب ابن عمير يدعو إلى دين جديد ونبذ عبادة الأصنام. وبصفته سيد الأوس، ذهب سعد وصديقه أسيد ابن حضير إلى بيت أسعد ابن زرارة ابن خالد سعد، حيث ينزل مصعب. ذهب وفي نيته أن يدفع هذا الغريب خارج حدود المدينة، أنه يطلعه برا المدينة، ده غريب عنها. ولكن سرت كلمات مصعب في نفس سعد سريان السحر، لما سمع الكلام بقى يعني كأنه حصل سحر كده، فأذابت العصبية القبلية وألانت الحجر، وأعلن سعد بن معاذ إسلامه. وصد دهشة جميع الحاضرين، كلهم اندهشوا، ونادى في قومه معلنا عن إسلامه. فلم تمضي أيام على إسلام سعد بن معاذ إلا ولم يبقى بيت من بيوت الأوس إلا وفيه مؤمن أو مؤمنة يوحد الله. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت بيوت بني الأشهل قبيلة سعد بن معاذ مفتوحة الأبواب للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم. موقف سعد بن معاذ يوم غزوة بدر، فقد أظهر إيمانا وولاء لا مثيل لهم. ما حدث في غزوة بدر والعير التي هرب بها أبو سفيان وخروج قريش لحرب المسلمين، وأعلم كذلك أن النبي لم يرد أن يخرج لقتالهم قبل أن يستشير أصحابه، وكان المهاجرين على أهبة الاستعداد للخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأنصار وقال: أشيروا علي أيها الناس. فنهض سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، ووالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله.
وعند بدء المعركة أشار سعد بن معاذ على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني له عريش في مكان مرتفع ليدير منه المعركة، ووقف على باب العريش سعد وأبو بكر وصفوه المهاجرين والأنصار ليحموا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد لم يكن دائما إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويحميه في استبسال وشجاعة. وكذلك في يوم الخندق عندما حاصرت قريش وغطفان المدينة بجيش كبير جدا يريدين الفتك بالمسلمين، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج إلى يهود بني قريظة ليتبينوا موقفهم من الغزو، فكان ردهم بكل خبث ومكر ودهاء: ليس بيننا وبين محمد عقد أو عهد. وهكذا تخلوا عن المسلمين في أشد المواقف وأصعبها، وعز على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتعرض له المدينة من خطر، فعرض على بني غطفان الانسحاب من المعركة مقابل نصف ثمار المدينة. وشاور النبي سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة السيدين، فهما زعيم المدينة وصاحب الحق في هذا الأمر. وعندما علم سعد بن معاذ أن ذلك العرض ليس بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكنه اجتهاد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخوفه على المدينة، قال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرا إلا كرما أو ضيافة أو بيعا، أو بعد أن هدانا الله إلى الإسلام نعطيهم أموالنا؟ تمام. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سعد ابن معاذ وتكون الحرب، ويبدأ حصار المدينة. وكان سعد يرتدي درعا قصيرا يبرز منه ذراعه، وتدور المناوشات حول الخندق بين المسلمين والمشركين، ويتراشقون الفريقين بالنبال، ويصيب سهم ذراع سعد فيقطع شريانها فينفجر منه الدم، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل إلى المسجد ليكون قريبا منه في أثناء تمريضه. ويظهر حب سعد للجهاد ولنصر الدين الله، فيقول: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم أزوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا إلى الشهادة، ولا تميتني حتى تقر عيني من بني قريظة. لهذه الدرجة كان يكره يهود بني قريظة، فقد خانوا المسلمين وتخلوا عنهم في أصعب المواقف وأشدها خطورة على الإسلام. كانت إصابته سبب في موته. مات سعد بن معاذ متأثرا بجراحه بعد شهر من الآلام والمعاناة، ولكنه كان كما سبق وقلنا حكما على يهود بني قريظة قبل موته. عندما هبت الرياح في غزوة الخندق أجلت قريشا والمغيرين عن المدينة، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وحاصر المسلمين بني قريظة 25 ليلة حتى تعبوا من الحصار، وقذف الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا، ورجوا أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ، وكان حليفهم في الجاهلية. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد وجيء به، وقد أعيته إصابته وأنهكته، فشفى غليله من اليهود، فقال: أرى أن يقتل مقاتلوهم وتسبى زراريهم وتقسم أموالهم. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه فقال: قضيت بحكم الله. تمام. ويزور النبي في لحظاته الأخيرة فيدعو له ويقول: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي قضيت عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت روح.
ولقى الفتى ربه متهللا مستبشرا لاحقا بمن سبقوه من المسلمين الأوائل، فليس ليقاس عمر المرء بعدد السنوات التي قضاها في الحياة، ولكن بما قدمه في خلال تلك السنوات. وكان في 37 من عمره، وقد أمضى منها في الإسلام 6 سنوات فقط، ولكنه أنجز خلالها الكثير، حتى أنه كان بين الأنصار بمنزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين المهاجرين. وعند موت سعد بن معاذ يأتي جبريل عليه السلام ويحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي مات، فيقول: لقد اهتز عرش الرحمن بموته. هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.